كونيكسيون الهاتف الاوفيسيال. صحيح. إذا تحية طيبة لمتتبعي قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر حنا تنتواجدوا مع السياسيين اللي غادي يحكي لنا من خلال هذا المباشر هذا واحد القصة اللي وقعت ليه مع الأم ديالو، سواء في يعني في الكلينيك الخاص اللي مشى داه باش أنه تداوى. على العموم تنقولوا بأنه السياسيين هذيك الأم ديالو ومن الواجب ديالو أنه خصو يوقف معها ويعني يعطيها الرعاية الكاملة باش أنه يساعدها. ولكن الوقائع اللي وقعوا ليه واللي جرى ليه في المصحة الخاصة وقبل ما يحولها لمحمد السادس وقبل من هادشي كلشي، انه قبل ما يجيبها من جديدة فاش كانت في مصحة خاصة كذلك، غنخليو كلشي هادشي يحكيه السياسي على اللسان ديالو. السياسي مرحبا بك واجركم الله في الوالدة. على العموم يعني بغينا تحكي لنا كيفاش وقعت ديك الواقعة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. حاول ترفع صوتك عافاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا الام ديالي توفات في 4 في شهر جوج، وقعت لها حادثه السير في مدخل مدينه لبنان. لما وقعت لها الحادثه صيفطوها هنا للمدينه الجديده، قال خاصها تمشي للجديده ايرجون. فاش مشينا للجديده دخلوها تما للغياناماسيون. انا هنا في مراكش لحقت لها تما الجديده. فاش مشيت للجديده كنلقى الغياناماسيون شارج محلول، يعني الغياناماسيون اللي تنعرفو حنا خاصو يكون مسدود، خاصو يكون موفر فيه الاكسجين، خاصو يكون، لكن لا اكسجين لا حتى شي حاجه. داكشي كنقول لك بحال حاط شي واحد شي غرفه وسد لي بهاد اللفظ. المهم قلت لي موالو كيقول خاص تخلص كونسيطلاسيون، وحط طبيب هو جاي خاص تخلصنا خاص تخلصنا، اجي طبيب ما كاين لا طبيب لا والو. فاش تما قلت لي موالو السيد خاص نخرج دابا، ما بغاوش يعطيو لي ديك الساعه الغد ليا الصباح. جيت لمراكش، جيت لمراكش لهاد السبيطار ديال المستشفى الخاص، وهاد الكلينيك اللي كانت فيه بجيده كلينيك مازاغان، سميتو كلينيك مازاغان. يعني هادشي باش كنقولوا حنا السميات باش وزاره الصحه حتى هي دير خدمتها ودوز تراقب هاد تراقب هاد المصحات وتشوف اشنو كيديروا المواطن، اشنو الناس فين كتعيش. تجي مريضه باش الدواء، هي كتجي مريضه غير باش كيتزادها المرض. حاولوا جيت هنا، جيت لمراكش، جيت للمستشفى الخاص ديال مراكش، جلست فيه 15 يوم، قلت لها العمليات، درت لها المهم العمليات على الكبده، الدم غير الدم داك الاخر تيصيفطوني لمركز التحقن الدم، تيقول لك خاص الدم ايرجون. فاش تمشي باش ناخذ الدم، ها الوثيقه، شوف شحال من واحد هنا عاطي الدم، ها انت، ها الورقه الاولى، هادشي العائله، ها الورقه نعم. الثانيه، نعم ورينا ورينا بشويه بشويه، ها الورقه الاولى، ها هي، نعم ها الورقه الثانيه، نعم ها الورقه الثالثه. هادشي كلشي غير العائله اللي كنعطيو حنا الدم، تتبرعوا بالدم. دروك مشيتي انت والعائله ديالك باش تبرعوا بالدم للام ديالك اللي محتاجه الدم. تبرعوا الدم اللي كيقول لك خاصها الدم، لان دوزات عمليه، دوزات واحد المراحل صعيبه. نعم. شحال من ورقه ديال هادشي كلشي تبرعنا حنا بالدم للعائله، الوثائق عندنا. فاش كنتبرعوا رغم ذلك تنتبرعوا تنساو، تيقول لك اسيدي خاصك تخلص لنا على الدم، ضروري خاصك تخلص. ها الوثائق باش نخلصوا على الدم، ها هي. نعم. تنخلصوا على الدم تنجيبوه. فاش تقادات الفلوس خسرنا عليها تقريبا. ها الوثائق شحال خسرنا عليها باش تعرف كلشي. جديده ها شحال كانوا الداو ديال الجديده، ها لي فاكتور ديال الجديده، ها هما كاينين، ها هما كلشي. انا شي كل ديال الجديده باش هادو باش ديال الجديده باش نرجعو كاملين. نزل شويه الوراق، نزل شويه الوراق، يعني هادو كلها هما فاكتورات ديال كلشي لي فاكتور، باش انا كلشي داكشي اللي مخلصو، حيت كلشي اللي مخلصو ما كنطلب لي فاكتور ديالي. نعم. هنا هادي ديال المستشفى الخاص ديال مراكش. نعم. هي هي شحال شحال تقريبا خسرت عليها في هنا في مراكش؟ مراكش تقريبا غير هاد السبيطار المستشفى الخاص خسرت عليها تقريبا هادشي بلا دويا اللي جبت انا من عندي. هنا راه الدواء من عندي في الطوطال، ها هو باش تشوفوا المونطو، باش لقيت لكم انا ما غاديش دير ها المونطو، راه جات 9 مليون غير هنا في هاد المستشفى الخاص. نعم. ها المونطو قراوه نتوما، ها هو. نعم. هادي 9 مليون غير في هاد، يعني هادشي كلشي ما يعني فاش المستشفى الخاص قلت لهم راه تقادات لي الفلوس، راه ما بقى عندي حتى ريال، راني زيرو درهم. نعم. صيفطوني للسبيطار محمد السادس. ملي كتحكي لنا هاد القضية كيفاش صيفطوك حتى لمحمد السادس، هما كيفاش جاو حولوك لمحمد السادس؟ أنا فاش قلت لهم ما بقاش عندي الفلوس، لأن ديك الساعة فاش كانت عندي الفلوس كانوا قابطيني عندهم. فاش ما بقى عندي تريال قلت لهم أودي راني نسافر، ما بقى عندي حتى شي ريال، راه ليلة راه تسلفت مع الناس، تسلفت من الناس، جمع داكشي اللي ما فيه الكفاية. راه إنسان ماشي ساهمة خدامة ولو كان جالس، واش تجمع هذاك المبلغ وغاتصير خدام، راه تصير تصرف على السبيطارات. قلت لهم ما بقى عندي حتى شي ريال، غير قلت لهم ما بقاش عندي فلوس. هما حولوني للسبيطار محمد السادس. هما اللي حولوك من مصحة خاصة للمستشفى محمد السادس، وتنعرفوا بانه ماشي مسهل انك تلقى بلاصة في محمد السادس في هاد الظرفية. لا هما اللي لقاوها ليا، حيت فاش قلتها ليهم الطبيبة اللي تما اللي كانت مقابلة هي اللي خذات ليا، هي اللي قالت لي اجري انا اتصلت بهم تما وخذيت لك البلاصة.
في الانعاش. خديتك بلاصه في الانعاش. في الانعاش قال لي غتمشي تسول قول لي مرا فلانه اللي صيفطاتك. وتنعرفوا بانه ماشي السهل انه تلقى بلاصه، وتنعرفوا الناس يتسناو شهور. المهم ما عليناش، باش تلقى بلاصه تما في الانعاش في محمد السادس ما عليناش. تحولت رغم ذلك فاش حولتها، فاش حولتها غير لومبيلونس ديك الاخرى من هنا من السبيطار للسبيطار حدا بعضياتهم، من تما لتما. ها هي الوثيقه عندي حتى هي ديال الاسعاف، وريها لكم هنا 1500 درهم غير من تما لتما. خمسة دقائق باش تهز الاسعاف من هذاك الكلينيك لهذاك الكلينيك 1500 درهم. ها هي اللي فاكتورتها واخذت من عندك، قلت لها عطيني ورقه على هذا الشيء. انا اي حاجه كناخذ الوثيقه ديالها. نعم هادشي اللي بغيت نعرفو، حنا فين بغينا نوصلو؟ حنا مواطنين وعايشين في هذه الدوله، ومن حقنا كنسالو حنا الحقوق ديالنا، بغينا نعرفو واش كنستاهلوهم ولا ما كنستاهلوهمش. فاش حولونا محمد السادس جلسات الوالده جلسات شهر تما، بداو تيعطيني في الاوردونونسات بعدا قبل به مديتها كيعطيوني في الاوردونونسات، كل مره تيعطيوني الاوردونونس. ها هي شنو المشكله ديال الاوردونونس؟ قلتي لي بانه تيتعاود. لا هذيك جايك دابا، هذيك انا جايك لهذيك، كل مره تيعطيوني الاوردونونس. كانت محمد السادس. اه في محمد السادس. ها هي ها الوثيقه، هاكا شي طبيب، ها الوثيقه، ها كلشي، ها اخرى تمشي تنجيب، تمشي نجيب الدويال، ها شحال الوثيقه، تمشي تنجيب، ها هي شوفوا شحال الوثيقه، تمشي تنجيب، ها شحال الوثيقه، ها شحال الوثيقه، تمشي تنجيب لهم الدويال. واحد النهار فاش قلت لهم ها الاخرى عاوتاني. المهم كاين ومازال مازال زياده على ذلك، راه مازال باقي عندي الوثائق غير هادو الشيء اللي بدا اللي موجودين حاليا. واحد النهار عطوني ثاني، كنت تفاجئ باش كنتفاجئ، قال لي خاصك تخرجها. مشيت عندهم عيطوا لي، مشيت عندهم قال لك والو الوالده خاصك تخرجها. قلت لهم ما يمكن ليش نخرجها، راه السيده راه اكسيدونتي وباقا في الغيبوبه، يعني في واحد الحاله ما عقلاش تاعك، ما عقلاش والو. يلا التنفس الاصطناعي باقي لك البيت، التنفس الاصطناعي والاكسجين ونخرج انا الدم. في حاله الطوارئ. في حاله الطوارئ. كانت ناقصه في مستشفى الرازي، قال لك مستشفى الرازي داروا خصو غير لهاد الناس ديال الوباء اللي كاين حاليا، حولوها لمستشفى الام والطفل. قال لي ما كاين حتى شي مشكل، حنا غير بغينا تكون غير العنايه. هبطوا لنا المستشفى الام والطفل، قال لك والو خاصك تخرج هاد الدم. فاش كي هبطوا المستشفى الام والطفل، هادو الام والطفل قال لك خاصك تخرج هاد الدم. راه ما يمكنش، راه كانت في الرازي الفوق ما قالوش انا خاصك تخرجها. ودابا قال لك لا والو تخرج هاد الدم. فاش ما بغاش نخرجها شنو داروا لي؟ بداو كيعطيني في الاوردونونسات. شوف هنا ماطلا ميديكال ديك الاخرى ثلاثه المرات وهي كتقيد لي ماطلا ميديكال، يعني ثلاثه المرات انت ماطلا ميديكال ما سولتيش علاش. وكاين سيدنا الله ينصره مكلف بالمستشفيات، انا تنقولها ونعاودها، راه جميع الديان كتجي ليهم، جميع الاجهزه كتجي ليهم، جميع المعدات كتجي ليهم. وهذا الشيء فين تيمشي الله اعلم، ما عرفتش انا هذا الشيء. لا واخا بلاتي سي ياسين، انت ما سولتهمش علاش ديما الماطله تتكرر لك في الاوردونونس؟ قال لك اه ما كنشوفوها ما شناهاش. واش الماطله تحس منها مفرشه هما تيشوفوهاش؟ اما شناكش واش جبتيها؟ ما شفناكش واش درتيها؟ ماطلة ميديكال هي تمرت تقيد، تنقول لهم ديرها تنجيبها. عطوني لورد فاش مابقاش نخرج عليهم، عطوني لوردونونس فيها 1600 درهم ديال لي ماتيريال والدواء. مشيت خديت لهم هذاك الشيء جبته، ها الفاكتوره ديالتها باش نوريها لكم وتشوفوها. ها الفاكتوره ديالتها، ها هي، ها هي كلها خديتها، مشيت خديتها وجدت عليها. ها هي الوثيقه فاش عطوني هاد لوردونونس الاولى اللي قلت لكم، ها هي. ها الوثيقه. غدوز يومين هادي نهار اش عطاوها ليا باش تشوفوا لاداط. نهار 7 في شهر 4، ها هي شوف لاداط بعدا هنا باش يبان لكم مزيان. ها لاداط في شهر 4 الاوردونونس الاخرى، فيكم هاد الاوردونونس الاخرى. كنت تفاجئ بيومين عاود ثاني، شحال دازت؟ نهار 9 في شهر 4 يومين داز لها نهار بينه وبين هذيك الاوردونونس. عاود عطوني نفس الاوردونونس بنفس الكاشي ديال الطبيب بنفس كل شيء، حتى هي 1800 درهم. فاش رجعت لعندهم مشيت للفرماسيان باغي ناخذ ثاني، قال لي داك الشيء راه خديناه البارح ما يمكنش. فاش رجعت لعندهم الفرماسيان قال لكم هذا الشيء راه خديتيه البارح، هذا الشيء ما يمكنش. كاين تما عندهم كاميرات، عندهم كل شيء. نعم كل شيء مسجل تما عندهم. فاش مشيت لعندهم قال لك هذا الشيء خديتيه البارح راه ما يمكنش. اه معدات طبيه راه ما يمكنش، غادي تتقاضى في ظرف نهار. هذا الشيء في نهار؟ في نهار، راه خديتها نهار 7 في الشهر. ها هي راه خديتها هذه نهار 7 وهذه نهار 9، هذه نهار 7 ونهار 9 عاود عطوني الاوردونونس الاخرى. اه في نهار بيناتهم، قال لك ما يمكنش في نهار بيناتهم غادي تتقاضى هذا الشيء. ما يمكنليناش، قال لك حنا الحشمون عاود نبيعوا لك هكا بهذا اللفظ، قال لك حنا الحشمون عاود نبيعوا لك عاود ثاني، يلا تخلصنا من عندك في وحدين نعاود نبيعوا لك ثاني وحدين اخرين. فاش رجعت كنسول على الاداره، قال لك الاداره اليوم ما كايناش، هذا الشيء نهار الجمعه في العشيه. قال لك سير حتى نهار الاثنين. نهار الاثنين فاش جيت كنسول على الاداره، زيد سولت على الطبيب هو الاول، قلت لهم عافاك بغيت الطبيب هذا الاوردونونس اللي عطاني راه مضوبله، راني جيتها ليه. كتخرج عندي ماجوره، مشات دخلت سولت الطبيب، قالت لي قال لك الطبيب هكا بهذا اللفظ، قال لك الطبيب وراه كلشي مسجل عندهم تما في الكاميرات. انا كنطالب من السلطات تجي وتراقب الكاميرات كاع ديال تما، هاد الهضره اللي تنقول. قال لك الطبيب الا كنتي شريتيه صافي ماشي مشكل، واش كاين شي حاجه كتاخذها انت 4 ايام؟ اخذتها انا يومين ودازت ثاني السبت ودازت الحد والاثنين، وقال لك الا شريتيه ماشي مشكل.
وبغينا نعرفوا لا راه كاين مشكل، هادشي اللي خدينا حنا فين مشى، لان كون هو كان راكب الوالده ومستعمله الوالده ما غاديش يكاشيه لينا، ما غاديش يعاود يعطيك ورقه اخرى يقول لك سير جيب ليا، لان ما راكبش. وانت واش متيقن بانه هذاك الشيء استعملته الوالده ولا ما استعملتوش؟ الله ما اعلم، عرفتش. انا ما عرفتش. قلتي تتقوم بالزياره ديالها في اللحظه فاش تقوم بالزياره؟ زياره تنشوفوا غير الجاج هكا قبل بعدا فاش كنت كنمشي قبل هادشي شنو هو معاهم هادشي عاد ديك ديك الخديه وديك ديال الكذاب شحال من حاجه، فاش زيد نتحاس معاهم الدواء عاد داك يدار لا عاد شفتهم داروا لا، وراهم عندي بالتصاور صورتهم هادشي كوم لكم، عندي بالتصاور مصورهم انا بالتليفون، لان هادشي بزاف بزاف على المواطنين بزاف. انا كنطالب من سيدنا بغينا يتدخل في هادشي يفتح لنا مجال التحقيق في هادشي. نعم يعني السياسيين تضروا كتطلب وزير الصحه اي تطالب يعني والقطاع المسؤول يعني على راسهم وزير الصحه، وهنا مندوبه ديال مندوبه وزاره الصحه هنا بجهه مراكش اسفي يفتحوا تحقيق بخصوص هذا الامر يعني اللي طرا الام ديالك تتشوف بان الاوردونونس تتكرر وتتكرر شحال من مره تاخذ المطلع بزاف المرات انا خدمت مره واحده خدمت موت نعاود نقول لهم هذه راني جيتها المره اللي فاتت يعاودوا يقيدوا، نقول لهم راه جيتها المره اللي فاتت يعاودوا يقيدوا. هاد الناس لا الله، انا كنطالب بسيدنا، انا كنطالب بسيدنا يتدخل في هذا الشيء. نعم تنشوف في هذه الظرفيه انه يعني كلشي متجند باش انه نخرجوا من هذه الحاله الوبائيه كلشي اللي تتعيشها البلاد، ولكن تنشوف هذه الامور اللي تتوقع دابا يعني بصراحه بكل صدق انها تتصدم، لانه صدمه كبيره انه تشوف ان واحد الانسان كان الهدف ديالو والسبيل ديالو ان الام ديالو تعافى يعني ودير المجهود ديالو يعني تمشي تسلف، هذا الشيء ماشي عيب، تمشي تسلف يجري يتكلف باش ان الام ديالو يوفر لها جميع يعني المعدات ويعني باش انه الاطقم الطبيه كيف ما كان الحال. هما قايمين بهذا المجهود، حنا ما تنقصوش شي طاقم طبي في هذه الظرفيه هذه، ولكن القله القليله تيكون الضمير يعني ديالهم ميت بخصوص المواطنين. تشوفوا انهم تيكون لهذا الشيء الحاله يعني الارجون يعني مستعجله وخصها التدخل، وتيكون هذا الشيء كلشي لانه الحاله جات بعدا اصلا من المصحه. تنشوفوا السؤال اللي هنايا العلاقه ما بين المصحه الخاصه ومستشفى محمد السادس، بانه باش تكون مصحه خاصه تتنقل المرضى ديالها للمستشفى عمومي وبهذه السهوله بدون اجراءات، مع ان الناس يجيو تياخذوا طوابير يشدوا النوبه باش انه ياخذ موعد يتسنى نوبته باش انه ينعس في محمد السادس. تنشوفوا انه في اتصال هاتفي دغيا قدروا انهم يحولوا الام ديال هذا السيد هذا للمستشفى محمد السادس ووفروا لها مكان في الانعاش. اذا على العموم السياسي شنو الطلب ديالك من خلال قناه شوف تي في؟ الطلب ديالي انا كنطالب بوزاره الصحه، كنطالب بسيدنا الله ينصرو يفتحوا مجال في هذا التحقيق. بغينا نشوفوا انا دابا حنا كاين الناس اللي دابا كاين الناس اللي شحال تسلفنا ما عندهم باش وصلنا حنا لهذا المبلغ بهذا الشيء كامل اللي خسرنا في السبيطارات. اما كاينين حاليا موجودين كاع اللي تسلفنا ما عندهم، كل واحد شخدينا ما عنده، ورغم ذلك فاش كتمشي لعند الطبيب ما كيديرش بحسابك، السبيطار ما كيديروش بحسابك، هما خاصهم يشوفوا غير الفلوس، خاصهم غير الفلوس وصافي. نعم ما تيديوهاش في المواطن هنا مهلوك بمعنى الكلمه. وهذا تنقول هي ديال اي واحد اي مسؤول يدير براسو مواطن عادي ويجي للمستشفيات ويشوف كيف غيتعاملوا معاه، يدير براسو واحد المواطن يعني اللي ما فحالوش ويجي هو ويعيش هذه الظروف اللي تنقولوا حنا يشوف واش غادي يعيشها ولا ما غاديش يعيشها. نعم اذا على العموم شكرا لكم متابعينا من خلال المباشر، تتمنىكم انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف باش الرساله ديال السياسيين توصل وانه يتم تفتح تحقيق بخصوص هذا الامر. تفضل سيدي. وعاوتاني السيد ثاني لو غادي الحديث مازال حنا لحد الساعه مازال المحضر كامل مازال عند البوليس، لان قال لك مع الحجر الصحي وداك الشيء مازال هو خاصو باش ماشي هذيك المساطر، لانه كاع المسائل المساطر مازال نعم كاين ما هو جنائي يعني تتم يعني ما هو جنائي هو اللي تيتم على العموم. اذا متتبعين نتمنىكم انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف باش الرساله ديال السياسيين توصل، خصوصا انه دار المجهود باش انه الام ديالو تشفى، ولكن هذا الشيء اللي طوق عليه يعني غريب ويعني ما مفهومش وخطير جدا، خصو تفتح تحقيق من طرف وزير الصحه ومندوبه ديال وزاره الصحه من جهه مراكش اسفي باش يعرفوا اشنا هو وقع بالضبط، خصوصا ان لي زوردونونس يتعاودوا مرارا وتكرارا، بالاضافه انه الدم تا هو تيمشي تيشريه. على العموم نتمنىكم متتبعينا انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف باش الرساله توصل لمن هو الاب. تحياتي لكم، شكرا لكم، نهايه الاسبوع موفقه للجميع.